ننصح الأهالي بحماية أطفالهم من الإنهاك الحراري من خلال إمدادهم بالسوائل بشكل مستمر، إلباسهم ملابس خفيفة فاتحة اللون تعكس أشعة الشمس، وعدم السماح لهم باللعب في الأماكن الحارة. طرق الوقاية من الإنهاك الحراري تتضمن تجنب الشمس في وقت الظهيرة وشرب الكثير من السوائل وأيضا ارتداء الملابس الفضفاضة فاتحة اللون. في حال تواجد الشخص في منطقة حارة لفترة طويلة وإحساسه بآلام في العضلات أو عدم القدرة على التركيز، مطلوب منه أنه يتوجه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج. If you notice any child or any adult who is you are feeling that he is very hot, having very high temperature, skin is dry, or he is having excessive sweating and having dizziness or vomiting, you should rush him to the hospital. He might be suffering from heat stroke or heat exhaustion.